السلام عليكم. في الفيديو ده هنشرح فكرة لو أنا عندي موقع عام وهنعمل حفر فيه، هنعمله ازاي في نفس الوقت. أجي من الأركيتكتشر وهقول له أنا عايز أعمل كومبوننت موديلين بليس، وهختار سايت وأقول له أوكي، وهبدأ أعمل السايت بتاعي أهوت. أقول له ده خليه مثلا سالب 10، وهبدأ أرسم المشروع بتاعي بالشكل دوت وهقول له اوكي. وبعد كده هاجي تاني كرييت واقول له void void distortion، واقول له -2، على اساس ده اللي هيبقى الجزء ده هو اللي هيتحفر، وده هيبقى void. اوكي كده انا عملت اول شكل. هعمل بقى واحد تاني component model embrace site. اوكي واقول له extrusion، واقول له اعمله لي في المكان دوت. اوكي لما نيجي نشوف في 3D هنلاقي الشكل اللي هم. طيب هقول له فينش، وهبدا اصدره ادنس، اصدره لنفس وركس، هنسميه بروجكت 3. طيب اروح بقى لنفس وركس واقول له ادنس، افتح لي بروجكت 3، ظهر عندي بالشكل دوت. تمام ده الجزء اللي انا عايز اعمل تاسك ليه. تمام الفكره كلها بقى في التاسك اللي هنا، هقول له اتاش كارنت، والتاسك ده هيبقى نوعها ديمولش. تمام طيب هبدا اديله بقى التاريخ من يوم 16 ليوم 23، ونيجي نبص في السيموليت ما ظهرش الموقع يعني. فاجي هنا واديها تاسك. تمام التاسك اهوت، دي هديها تاريخ قبل دوت. تمام 1 مايو 1 مايو وخلي ده مثلا ماشي. وبعد كده هقول له ده كونستراكت، واقول له اتاش كرنت سيلكشن. طب هو الاتنين موجودين في السيموليت بقى، هقول له اعمل لي سيموليت من يوم مش من 1 مايو، خليها مثلا من يوم 14. اوكي واقول له ابدا الشغل بتاعك، فيبدأ الحفر بتاعها هيظهر، وبعد كده هتختفي تماما. اللون ده معناه ان هو الحفر شغال. تمام في الاخر راح فتح بقت مفتوحة ده خالص. كونفجريشن تقدر تغير اللون ده للون اصفر مثلا. تمام طيب ممكن بقى تيجي بقى تقول له انا عايز اعمل انيميتور، يعني هخلي ده يتعمل اختفاء بشكل معين. هقول له ضيف لي سين، والسين دي هاجي هنا هقول له اتاش انيميشن سيت فروم كرنت سيلكشن. دي بقى هبدا اشوف الجزء دوت هنعمله ازاي. هقول له مثلا انا عايز اضيف لقطه في الاول بالشكل الحالي، واللقطه الثانيه اعمل لها تقدر تعمل موف، تقدر تعمل سكيل، مش مثلا تقدر تعمل تخفيها كده شويه. تمام وتقول له خد اللقطه بالشكل دوت. تمام اقول له اقول له اظهر لي الفيديو، فزي ما انت شايف الحاجه بتنزل بتختفي. تمام طيب عايز اربطها بقى في التايم لينير، هنا هتيجي هنا وتقول له انا عايز ادخل في الكاستم كولوم، تقول له الاكشوال انا مش عايزه، انا عايز الانيميتور الانيميشن دوت. هتيجي اول واحد ده اللي انا عايزه، هقول له ضيف لي اللقطه ديت سيموليت، وتبدا تشوف الحاجه هتبقى عامله ازاي. اللي بقى لو عملنا زوم انها بتنزل مش بتختفي، لا بتنزل بحيث انها تبقى شكل حقيقي. ده طبعا الفكره لو انت عايز تعمل كولوم بتصغر بتكبر الحاجات دي كلها. تمام ممكن برضو تعملها باسلوب اخر، ان انت تيجي هنا وتقول له انا عايز اعمل ايديت للرقم دوت، تقول له ايديت وتغير الرقم اللي انت عايزه، تغير الاكس والواي والزد، تغير السكيل، تعمل روتيت براحتك.